يا صباح الخير وصباح النصر وصباح التفاؤل دايما كده يا رب، ونبدأ أيامنا كلها بالخير والسعادة على حضراتكم جميعا وعلى المصريين في كل مكان اللي بيتابعونا. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل عليك. يوم تاريخي فعلا. وأي تاريخي. صباح الفل على كل حضراتكم. صباح الفخر والنصر والعزة والكرامة. يوم تاريخي بالمعنى الحرفي، مفيش أي مبالغة في الكلام اللي بيتقال. تاريخ 6 أكتوبر محفور في قلوب وفي وجدان كل المصريين جيل ورا جيل. صباح الفل على كل حضراتكم، وإن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقتنا النهاردة. النهاردة كلنا بنحتفل بذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ذكرى زي ما ابتدينا كده وبنتكلم الفخر والعزة والكرامة، وبنهني كمان القيادة السياسية وبنهني الشعب المصري كله بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر، اليوم اللي احنا عمرنا ما هننساه، اليوم اللي أجدادنا كلهم وأهالينا ضحوا فيه بدمهم، وما كانش فيه أي حاجة كريم خالص في الوجدان غير أن أنت عايز تروح يعني تفدي نفسك علشان بلدك. صحيح. حاجة محترمة وحاجة عظيمة جدا. يا رب دايما كده ينصرنا، ويا رب دايما نكون كده يعني عندنا فخر بشعبنا وبجنودنا وبأرضنا وعارف كمان يا كريم كده حاسين بقيمة هذا الوطن. طبعا. يعني التراب اللي احنا دلوقتي ماشيين عليه والدولة اللي بتتبني دي ما تبنتش من فراغ، دي اتبنت بدماء يعني إخواتنا وأهالينا وجدودنا زي ما كنت بقول لحضراتكم. فيا رب دايما كده يعزينا دايما ومصر في تقدم. عايز أقول لك وأنا جاي في الطريق كنت في العربية عمال أقلب كده ما بين المحطات الإذاعية، طبعا بطبيعة الحال كلهم بيحتفلوا بهذا النصر بأنهم بيذيعوا أغاني وطنية من أزمنة مختلفة. عايز أقول لك سمعت شوية أغاني والله العظيم، وخصوصا يا نهواند اللي اتكتبت تحديدا في الفترة ما بين 67 إلى نصر 73، منهم أغاني اللي كتبها كانوا جنود في الجيش. الله. وكتبوا كلماتها على الجبهة وبعتوها على القاهرة اتلحنت واتغنت بأصوات كبار المطربين والمطربات. سيبك من كل ده، نوع الأغاني أقسم لك بعزة جلالة الله بتسمعي الأغنية منهم تحس إن أنت عايزة تلبسي حزام ناسف وتدخلي على العدو وتخديه بالحضن، فاهمة؟ حاجة تفجر الوطنية. طبعا يعني أكيد أكيد نصر غالي جدا أو عزيز جدا على قلوب كل المصريين. كل سنة وكل حضراتكم طيبين مرة تانية. وطبعا هنا لازم نأكد على أهمية وعلى ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في المرحلة اللي احنا بنمر بيها حاليا. كلنا صف واحد، جنود أوفياء لمواصلة برامج وخطط التنمية في كافة ربوع البلاد بكل أمانة بكل صدق، لاستمرار التقدم لاستمرار الازدهار. وبندعي ربنا سبحانه وتعالى أنه دايما يعيد علينا هذه الذكرى الغالية على مصرنا العزيزة بمنفور الخير والأمن والسلام.